كنخدم مع المتوسط، كنخدم مع الغني، كنخدم مع كل الفئات، يعني كاع لي كاليتي كنخدم معاه، ما عنديش اشكال. مادام انا فنانه فانا مع الكل كنخدم، يعني يقدر يجي شي انسان ما عندوش ولا كذا، داكشي كيبقى ديالي انا كنخدم معاه، ولا كيما قلتي الفلوس اللي كيمشيو كنصدق ولا كنزكي، ولا ما كنمشيش انا كنعرض، كاين مثلا اللي كنصدق ولا كنوريك فين انا الفلوس اللي كيمشيو، ما كنعرضش لك، لان انت ماشي رقيب عليا، الله اللي رقيب عليا، وانا ما بغاش نكسبك انت، بغا نكسب حق الله. اذا هنا ما كاين شي حاجه كنديرها لنفسي، كندير بقا يا ماما. وثاني حاجه بالنسبه للضريبه، انا مادام مغربيه وكنامن بالقانون انه كيحميني، فضروري الضريبه كتحميني، لان ملي كناخذ شي اجر كنخلص عليه اكيد. ما يمكنش ليا انا غادي نمشي مثلا غادي نخدم بواحد مثلا واحد الصالح، ما تنساش ان عندنا بزاف ديال الاشياء اللي هما مثلا موسيقيين، وخاصك تشوف اشنو من مورا داك الاجر اللي كتاخذ. راه انسان غالط بزاف، راه كاين بزاف ديال لي شارج، راه ما كتجي توصل لك هذيك النعمه حتى كتشحف. ويا ترى المرات ترى كنخرجوا زيرو درهم، ولكن انا محبه جدا للفن. علاش؟ كتلقاني كنشري الاغنيه، كنشري اللحن، كنشري الكلمات، كنصور فيديو كليب من جيبي من مالي الخاص. كنحاول دائما يكون جديد ديالي قدامك. علاش ما هضرتيش على داكشي اللي كنديرو انا؟ علاش دائما كنشوفو غير اللي خصنا نعطيو؟ اشنو خصنا نبدو؟ اشنو خصنا نخلصو؟ علاش بعدا حنا صحتنا اشنو كتخلصو منه؟ اشنو كنتبقاو من صحتنا؟ ما كندعسو ليه؟ يعني كتلقاني ديما ضحكة. لا بالعكس، حنا المعاناة ديال الفنان الله اللي تيعلم بها بوحدو. وانا بالنسبة ليا على قلبي بحال العسل، لان يكفي انني مثلا قدم لك شي برودوي او قدم لك شي اغنية وتعجبك وتقول لي زوينة زينة، كنسى كاع التعب ديالي وكنسى كلشي. عندي سؤال، شكون هو الفنان اللي مازال كتمني انك تديري معاه شي ديو ولا يتقاسم معك ستيج؟ ان شاء الله. اول حاجه انا كان عندي ديو كنت كنبريباري مع مسلم، كان يغنيو بالراب وانا كنت نغني بالراي، ولكن ما كتبش وما كملناش لظروف الوقت ولضيق الوقت، لانه كتعرفي الخدمه حنا كتجينا ماشي بالبروغرام، يعني كان البروغرام كيجي بوحدو، يعني كتكوني جالسه في الدار حتى خصك تسافري تاخذي الطياره بزاف ديال الاشياء. بالعكس انا فكرت بالفكره وفكرتها مع مسلم، يعني ماشي شي واحد اخر، لاني انا كنبغي اصلا كنبغي الصوت ديالو، كنبغي الاغاني ديالو، كنبغي المواضيع اللي كتضرب ليها هذاك الوقت. بالنسبه لسؤالك الثاني اللي كنتمنى نغني معاه صراحه هو مجيد المهندس ان شاء الله. اول سؤال نجاوب عليه هو مشاركتي بحضوري في مهرجان الرازي. اول حاجه مشاركتي في مهرجان كبير وعالمي، فانا بالنسبه ليا هاد المهرجان يعني هو رقم واحد في حياتي المهنيه. بالنسبه لحضوري اكيد جد مسروره وفرحانه بزاف، لاني غنتلاقى مع جمهور كبير كبير، وعنده واحد النكهه خاصه به، يعني جمهور موازين كيبقى جمهور موازين. بالنسبه لي رقم واحد في حياتي كل شيء. شكرا. اول حاجه انا ما كنغنيش غير شعبي، انا فنانه شعبيه اكيد وافتخر، لكن اغني الراي، اغني غزلت الشعب المصري بأغنية مصرية مع مشاركة الملحن الكبير عصام كاريكا. غنيت عراقي، غنيت لبناني، يعني أنا عندي ما شاء الله بئر ديال الألوان والأنماط. إذا هما بالنسبة للأغنية الشعبية، بالعكس الأغنية الشعبية برزت وخرجت برا المغرب، والدليل أن هناك فنانون كبار منهم حسين الجسمي وماجد المهندس غناو شعبي مغربي. بالعكس اغنيه شعبيه فرضاء نفسها ووجودها، والكل يتغنى بالشعبي. لا بالعكس، يلا غنيت مع الفنان الشاب نعمان بالعياشي، والاغنيه ما شاء الله نجحت ونجحت نجاح لي وكبير. بالعكس انا كنتعاون مع كاع الشباب، ما عنديش الفكره ديال
انني نتعامل مع شباب غير. والاغنيه ديال علاش مع العماد العياشي هو تبارك الله غنى مزيان وكان فيديو كليب مزيان وعطى اصداء طيبه، وان شاء الله ديما لا عاوتاني نتعامل مع شباب المغاربه علاش ان شاء الله. لا عدد المشاهدات ليس بمعنى نهائيا، لانه هادشي ديال السوشيال ميديا وهادشي ديال التكنولوجيا انت كتعرفي كيكون فيه بزاف ديال الحوايج اللي نقدروش نطرقوا اليوم. اللي كيعطيك التقدير ديال الفنان بالنسبه لي انا هو السهرات، واش كيجيو الناس يخلصوا في الباب يدخلوا يتفرجوا فيك، واش كتحطني رقم قياسي بالنسبه للجمهور اللي هو مسكين عادي خدام الاسبوع كامل وكيقدر يجي يخلص واحد المبلغ اللي هو مسكين دايز فيه ويجي باش يشوفك. هذا هو الحب اللي انا كنشوفو، انا كنشوف راسي فيه. ما بالنسبه لي نامبر ولا بالنسبه لي شيخ، هذاك الشيء كله ما ماشي هو ماشي هو الحياه. أغاني رومانسية، أغاني كلاسيكية، أغاني تكون ضاربة كيف ما الأغاني إن شاء الله. إن شاء الله اليوم غادي نجربوا اللون القناوي إن شاء الله. هذا ما كنديروا بحث في اللون القناوي، لأنه عندنا المغرب عنده بزاف ديال الفنون اللي هي فريمون خاصها ينبحثوا فيها ونحطوها على أرض الواقع. عندنا لوحات فنية جميلة جدا عبارة عن أغاني، عندنا لي شو، عندنا ملي كتجي كتشوفي شي أغنية ماشي غير كتشوفيها صافي وكتمر مرور الكرام، كتشوفي الأغنية وهي عايشة بالروح باللبس باللو شو بزاف الحوايج. عندنا بزاف ديال الحوايج في المغرب صراحة خصنا نقلبوا فيهم ونخدموا عليهم علاش لا. بالنسبه لي كنظن اني درت اللي عليا وكثر، ومازال الحمد لله كنسعى باش نحقق ذاتي في الاغنيه العربيه علاش لا، لكن دائما كنرجع لنقطه الاساس اللي هي اني انا فنانه شعبيه. انا ما بغيتش نتخلى على اسمي كزينه الدوديه، لان بصراحه انا بديت بالراي وتبعت الشعبي، وحتى لو مشيت للاغنيه العربيه فقط لاغازل لا لي اضل، ما غاديش يمكن لي نضل. علاش؟ حتى لو يكون عندي الكاباسيتي باش نغني اي لون، لكن ابقى دائما كنرجع للاصل ديالي، ملي ننسى اصله ما كنظنش غادي يكون مزيان في الحياه ديالي. شكرا. لو نلعب الفوتبول يعني كرة القدم كتبقى هواية باغي الله، أنا بالنسبة لي ما عمرني ما تمهنت، ما عمرني ما خديتها كمهنة، لأني كنت كنبغي الكرة من الصغر ديالي. وإلا تعاود الزمن ورجع للوراء دائما سأختار ما اخترته، ولو لم اكن انا ساختار ان اكون انا. مزيان، تجربه التمثيل وان شاء الله حفله مزيانه معك لينا زاد. شكرا، مرحبا بك في البلاد الثانيه، مرحبا بك. عايش. زينه الدوليه مساء اليوم منصه سلا، شكرا لكم. مرحبا بكم، شكرا لكم. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.